خلينا نقرب أكتر ونطمن أكتر على أبطالنا واستعداداتهم للبطولة اللي هتنطلق غدا بإذن الله وافتتاحها بكرة بإذن الله في استاد القاهرة مع كابتن محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب درجات المضمار. مساء الخير على حضرتك يا كابتن. مساء الخير يا فندم. أخبار حضرتك إيه؟ تمام الحمد لله. تمام كابتن محمد، طمني عن آخر استعدادات منتخبنا لبطولة اللي هتنطلق غدا بإذن الله في استاد القاهرة. احنا استعدنا للتدريب للبطولة من خلال تدريبنا في معسكر في مدينة القاهرة للتدريب على المضمار من حوالي 10/6 لغاية النهاردة. طبعا تأخرنا شوية في المعسكر لظروف الامتحانات بتاعت الأولاد والأعمال التشطيبات في المضمار، لكن الحمد لله قدرنا نعمل مستوى كويس. وكان عندنا مشكلة برضو إن مفيش سباقات حاليا في الوقت الحالي للناشئين خارج مصر طبعا لظروف وجود كورونا، فكان ده عامل لنا مشكله شويه ان مفيش مشاركات دوليه، كله واقف. لكن الحمد لله قدرنا بالتدريب هنا يعني نقدر نرفع مستوى الشباب. طيب انا عايز اعرف من حضرتك قوه المنافسه، بما ان في منتخبات يعني من الافضل على مستوى العالم في درجات المضمار هتكون متواجده بالفعل في البطوله. هو لغايه دلوقتي حوالي 46 دوله او 47 دوله تقريبا، مع ساعات وصل كان في دوله المفروض توصل النهارده اخرهم. المنافسه طبعا قويه جدا لان البطوله ديت بتؤهل الفرق الرجال لبطوله العالم، فعشان كده كله جاي مشارك. لازم من الشروط اننا نشارك في بطوله ناشئين عشان نقدر نتاهل لبطوله العالم للكبار، فدي عامله مشاركه كبيره. تاني حاجة كان الأسبوع اللي فات بطولة أوروبا، ودي كان منافسة قوية جدا جدا بين الدول وعاملين فورمة عالية. طبعا الدول القوية اللي حققت نتائج كويسة في البطولة الأخيرة دي من حوالي 5 أو 6 أيام لسه منتهية، في ألمانيا وإيطاليا والدنمارك تشيكوسلوفاكيا وإيطاليا طبعا فرنسا، مجموعة دول قوية من الدول الأوروبية. زاد عندنا مشاركات طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أمريكا الجنوبية، الأرجنتين موجودة ومعنا ترانديدو تباجو، وعندنا من آسيا طبعا في دول كتير جدا زي كازاخستان والصين وهونج كونج، وكان يعني عندنا مفاجأة كويسة جدا حوالي 15 دولة أفريقية مشاركة، وده لأول مرة يحصل في بطولة عالم إن المشاركات الأفريقية تبقى بالعدد الكبير دوت، وحوالي 5 دول عربية برضو متواجدين. طبعا لوجود البطولة في مصر سهل لهم الأمور كتير، لأن لو البطولة في أوروبا أو دولة تانية ما كانش العدد ده هيقدر يشارك، لكن وجود البطولة في مصر خلى كل الدول دي تشارك يعني. طيب المعسكر اللي كان معمول للمنتخبات الأفريقية قد إيه فاتكم على المستوى الشخصي؟ طبعا المعسكر ده كان حوالي 12 أو 13 دولة مشاركين فيه، وكان من ضمنهم لعيبة برضو من عندنا. طبعا معسكر فادنا لأن عاملين احتكاك مع جنوب افريقيا وهي دي اقوى دوله في القاره، مع المغرب مع الجزائر مع نيجيريا، دول كتير قوي ليها تاريخ في المضمار، وهو ده كان يعني اللي ساعد شويه برضو في المنافسه بيننا وبين الدول الثانيه في التدريب، وشجع الاولاد كويس يعني، وابتدت ارقام تتحسن الحمد لله. طيب انا عايزه اطمن من حضرتك على مستوى منتخبنا للناشئين باذن الله، في اسماء الناشئين والشباب باذن الله في اسماء واعده الفتره اللي جايه ان شاء الله. طبعا في اسماء واعده جدا، وبعدين احنا عندنا ميزه كويسه جدا، معظم الاولاد اللي معايا عندهم 17 سنه يعني لسه في اول سنه في الشباب في الناشئين، يعني السنه الجايه يبقى عندهم 18 سنه برضو يلعبوا نفس البطوله، يعني القاعده الكبيره كلها عندي كلهم 17 سنه واول مشاركه ليهم عالميه، لان الجيل اللي احنا كنا جهزناه للبطوله بسبب ظروف كورونا تاجل. كانت البطوله المفروض تتلعب شهر 8/2020 اتاجلت سنه، فالجيل اللي احنا جهزناه كان وصل 19 سنه ما ينفعش يشارك، لكن عندنا جيل جديد واعد فيهم شباب كويسين قوي زي عبد الله عفيفي وزي محمود بكر ويوسف شريف وخالد علام ومهاب، وفي البنات في عندنا حبيبه، وفي مجموعه ان شاء الله طالعه برضو كويسه من البنات زي مريم عاصم وشهد، عاملين مستوى كويس وان شاء الله يعملوا نتائج كويسه بيه. طيب انا عايز
برضو يعني اعرف راي حضرتك، وجود مضمار للدراجات على المواصفات العاليه دي بمواصفات دوليه بيستضيف بطولات عالم، ازاي ممكن يعمل طفره الفتره اللي جايه في مستوى منتخبنا الوطني؟ اولا حضرتك المضمار وجوده عندنا ده يعني فرق معانا كتير في الفتره الاخيره. يمكن اقول لحضرتك احنا من غير مضمار عاملين 245 ميداليه في المضمار، وتأهلنا للأولمبيات مرتين. أول لاعبة عربية أفريقية تتأهل للأولمبيات في المضمار في أولمبيات ريو دي جانيرو 2016 لاعبة ابتسام زايد، والسنة دي اتأهلت لطوكيو. وأنا عندي جيل من اللاعبين الواعدين حاليا بجهزهم لإن شاء الله لباريس، زي اللاعب أحمد السنفاوي، اللاعب أحمد الونان، لاعب يوسف زكي، اللاعب حسين ناصر، بالإضافة طبعا للاعبة ابتسام زايد. المضمار ادانا فرصة كبيرة قوي للتدريب. لما نتمرن واحنا عندنا مضمار بنعرف ارقامنا، بنتمرن على نفس الظروف. زائد طبعا مضمار زي دوت وجوده في عندنا في مصر هيفرق معانا كتير جدا جدا في الفتره اللي جايه، وهيحسن ارقامنا كتير. معظم الدول دلوقتي عايزه تيجي تعسكر هنا وتتدرب هنا، لان المضمار معمول على مستوى عالي. بصراحه من اهم انجازات الحكومه المصريه في الفتره الاخيره واهتمامها بالرياضه. زائد طبعا المشاركات بتاعه الدول. يمكن انا الفتره الاخيره رحت حضرت في روسيا كاس عالم للكبار، وكنت في اولمبياد طوكيو، كل الفرق عماله تسالني وبعت لنا صور عن المضمار ونشوفه، معقوله مصر يبقى فيها مضمار؟ انجاز حقيقي، ما حدش يعني مصدق ان يكون في مصر حاجه زي كده بالتقنيه العاليه ديت وبالكفاءه ديت. ولما جم كمان وحضروا بيتناقشوا معايا وبنتكلم اثناء التدريب والكلام من ده، معظم المدربين في العالم مبهورين بالمضمار بتاعنا. قول لهم هتيجوا تشوفوا بعينيكم. هم فعلا جم وشوفوا، وطبعا المشاهده ومن خلالكم هتتابعوا السباقات، يعني حاجه ان شاء الله. اولا سباقات مثيره جدا، كلها اكشن وحركه ومنافسات عاليه، وبعدين انت قاعده شايفه الملعب كله، يعني حاجة كويسة جدا. طبعا مشاركة كبيرة قوي قوي من الدول، وده ما كانش العدد ده ما كانش متوقع، لكن سوء الناس ان هم يجوا مصر ويشاركوا، ومعظم الدول وحبهم لمصر، والناس اللي ما جاتش مصر عايزة تيجي تشوف مصر وتشوف المضمار، زود عدد الفرق المشاركة كتير. يعني كابتن انا بتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله تكون بطولة على اعلى مستوى هننقلها لحظة بلحظة على اون تايم سبورتس. بشكرك يا كابتن، اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. وما انا بدعو كل المشاهدين في جمهورية مصر العربية يتابعوا هذا الحدث الهام جدا من خلال قنوات اون تايم سبورت، يعني هتنبهروا بالمضمار بتاع القاهرة وبسباقاته. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. كابتن محمد ابراهيم المدير الفني لمنتخب الدراجات مضمار، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل التوفيق يا رب ان شاء الله لمنتخبنا، ونشوف بطوله على اعلى مستوى فنيا. متاكده باذن الله كمان ان حفل الافتتاح هيكون مبهر، وهنحتفل كلنا بالمضمار اللي على اعلى مستوى في استاد القاهره. في الحقيقه ده يعني حدث، ومصر بتاخد خطوات كتير جدا لقدام في كل المجالات، وماشيه الحمد لله كده في سوا مع بعضها. الرياضه هي القوه الناعمه اللي بنوصل بيها دايما الرسائل. دول العالم بكره هتكون كلها عندك، هتشوف قد ايه الطفره اللي انت عاملها على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى الملاعب، على مستوى مضمار للدراجات. الدراجات من الالعاب الراقيه جدا اللي بتبقى موجوده في دول اوروبا، يعني في افريقيا ما فيش قبل كده دوله افريقيه استضافت بطوله عالم لطبعا الامكانيات او المضمار اللي بكره هتشوفوه على اعلى مستوى باذن الله، يكون كمان المستوى الفني عالي لمنتخبنا الوطني. كده خلصت اخبارنا النهارده، نروح لفاصل، بعد الفاصل نبتدي فقرتنا الحواريه. نستقبل ضيفنا النهارده الكابتن حسام عجور نائب رئيس اتحاد الكاراتيه، وتفاصيل كتيره جدا بعد الفاصل.